سعودي اسمه يوسف الدغستاني، اسم كتير صار متداول في مواقع التواصل محلي وخارجي. السبب أنه عبط لميسي والكاميرا فراحت على بيته ليوسف مع أحمد الجدي لتعرف شو الموضوع. خلينا نتابع. He's from another galaxy. أخوي قال أنت هذا الوجه شاف ميسي؟ لما شفته مرة انبسط وكذا، بعدها قلت له باي باي. قلت لنفسي بس كيف أتصور مع ميسي بدون جوال؟ فجأة كان في مصورين صوروني، ولما رحت فوق كذا اتفرج المباراة، صديق زيزو وراني الصور حقي في انستغرام، وفجأة يعني هذا رسل. بعدين شفت الانستغرام، بعدين 100,000 لايك كذا، كل اكونت اروح له كذا اشوف هذا. كنت مبسوط ها؟ مرة. طيب يقول ما كنت عند ميسي، شلون رحت لميسي؟ كنت مع لاعب ثاني انت؟ ايه، لما كنت مع لاعب ثاني يعني انا كنت هنا وكان في لاعب وهنا ميسي. انا هذا كنت افكر كيف اتصور مع ميسي بس بدون جوال. لما خلص زي نوقف مع اللعيبه رحت لميسي، بعده صوروني. انت يقولون انك تشجع او تحب رونالدو اكثر من ميسي، اعطينا الصراحه. ترى انا سالت. اي والله الصراحه نفس الشيء بالضبط، هذا الصراحه. طيب وش قال لك ميسي؟ انت تكلمت معه؟ يعني بس قلت له باي باي، بس ما كان في وقت عشان اتكلم معه.